أن المسلمين بخير لكن الضعف قائم في قيادتهم، واتهم بعض الحكام العرب بأنهم كانوا يتمنون انتصار إسرائيل على حماس، لكنه شدد على أن الحق انتصر وأن العبرة من النهاية. إن المسلمين على خير ولكن الضعف في قيادتهم، ضعف الأمة في القيادة السياسية، هم في واد وشعوبهم في واد، انهم لم يعودوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون شيئا اسمه الكرسي، كرسي الحكم هو إلههم من دون الله، إلا من رحم ربك. لا نعمم، التعميم دائما غلط، ولكن هذا ما نشاهده عند الكثيرين من أهل الحكم، يوالون الصهاينة، يمدون أيديهم إلى إسرائيل ولا يمدون أيديهم إلى إخوانهم. هؤلاء ماذا نقول عنهم؟ هؤلاء الحكام الذين ابتليت بهم أمتنا، لم تأتي بهم الأمة، لأن الأمة تزور عليها الانتخابات. وقال السيد محمد حسين فضل الله المرجع الشيعي.